برضه ما لقيتوش؟ سألت عم سلطان قال لي ان هو شافه مع المعلم فوده، فجايز راح مشوار بقى وهو ده اللي اخره. مشوار؟ طب انا راضيه ذمتك، اخو كده عنده دم يسيبني كده متلفحه فرحتي ويروح يتسامر مع ليس ولا المسواش؟ الحمد لله على السلامه يا نصر. الله يسلمك يا اخوي. ايه ده؟ هو انتوا لسه ما خلصتوش؟ سيد في مشوار وتليفونه مقفول وخلاص، القلق كل دماغنا كلنا. مشوار ايه؟ قولي انت بقى، ده يرضي ربنا؟ وانت سايباني في يوم زي ده؟ يا اختي اخرجي من نافوخي، هو انت مش لاقيه هتدوري عليا؟ يا سيد كنت فين؟ ايه يا سيد كل ده؟ مش تطمنا عليك، حصل ايه بس؟ في حاجه يا سيد ولا ايه؟ انت كويس يا اخويا؟ مال وشك؟ انا تمام، مفيش حاجه. يلا على اوضكوا، يلا هعمل لك كوبايه شاي. تعالى ميسا عايزك. تعالى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس يا ميسا ما تلاقيش، انا تمام، انا كل مضايقني ان انا بوظت لك الليله بتاعتك. بس ملعون ابو الليله، المهم ان انت بخير. وحياة ابويا هعمل لك ليله احلى من دي 30 مره. يا سيد يا سيد، ده انا بترجاك من الدنيا دي كلها ومش عايز غيرك.